مساء الخير. بسهرة الفيسبوك الأخيرة تلقى حسام طلب كتير لطيف، معجبة طلبت إيده بحضور سارة. برأيكم كيف رح يتصرف؟ بيقبل بيرفض؟ ما في بنت طلبت إيد شب، أنا بدي أطلب إيدك قدام الناس كلها وأقول لك وينك يا سارة؟ لحظة كمل. وأقول لك تقبل الزواج من زوزو لبنان؟ قلني لحظة طب ما البنت بتعرف حالها ترد عليها ما ضحكت لحرد عليها اوكي اجنبية انا بحبك كثير بس لحظة لا تفوتوني بالحيط خلوني اعرف لحظة خلوني اعرف ما يتربش بالليل بس اسكت خلوني ركز يا اجنبية انا للاسف انه ما راح اقبل لانه يعني لما اطلع من الاكاديمي انا بتمنى اني اشوفك واتعرف عليكي وتكوني حدا من اعز اصدقائي كمل بس بعد يا جماعه كل العالم تعرفني بحب ساره فما بدي اياكم تقولوا خلص نسمة وليان عم بيقنعوا نينا انه تبعد عنك بس انتوا حبكم اقوى من هالغيره ايوه ومنحبكم سوا احلى كابل بالدنيا بصوا يا وسيم يا وسيم طب ممكن اتكلم يا ريت طب ممكن اتكلم بليز ليان يعني حبيبتي وبجد يعني غاليه عندي والله العظيم ولازم تفهم ان نسمه من الناس يعني بجد اللي يعني اقرب حد ليا هنا في الاكاديميه وبجد اختي اقسم بالله يعني هنا في الاكاديميه فيعني لو كانت بتكلم ليان فهي بتكلم ليان يعني لو مش مصلحه ليان الاول فاكيد يعني لمصلحتنا احنا الاثنين انا قبل ليان فانا عايزك تفهم كده نينا سوري انا قبل نينا ايه اللي انت عامله في البلد ده مش عارفين يفتحوا كتاب ده لا خلص طب استنى ترى تخلص استنى اوكي هلا خلص ليان احنا كنا زعلانين منك بسبب الكلام اللي قلتيه على كريم بس بعد تصويتك لاحمد سمحناكي لاننا ايش اصلا بنحبك وانت اول بنت انا حبيتها في الاكاديمي يا ريت صالحي كريم علشان كل جمهوره زعلان منك انا على فكره ما اللي حكيته عن كريم حكيت له اياه دي معلش دي معجبه ثانيه غير الاولانيه بصير احكي ما يعرفوش بعض على الفيسبوك خلصني طيب هلا اني ساكت بقى اللي حكيته عنك انا حكيت لك اياه في خلقتك على فكره ما خفت وما استحيت منك قلت لك انا متضايق اللي هو ايه بقى 2-3 انه انت وين بيكون في مصلحتك بتروح وراها وبتطنش الناس الباقيين انا بروح ورا مصلحتي وانا قلت لك الناس شايفين والناس شايفين وما لله. حكيته عنه من وراك على فكره مش اشي يا امي هو ده على صفحتي ولا على صفحتك؟ صفحتي شكرا اوكي ديري بالك من حسام لانه ما بيحبك عن جد عم يمثل عليكي سوسو كملي بعد لك اسكتوا لاسمع لحظه ما بشوف منهم بعد عم يمثل عليكي وكلنا بنعرف مين بيحب مين بيحب خليكي مع أميمة بحبك يا أحلى سارة مين بحب؟ ثانك يو لا ردي عليها ردي عليها سارة ردي عليها ردي عليها ردي عليها سارة ردي عليها مثل ما أنا رديت ردي عليها لا في ردي عليها مثل ما أنا رديت شو بدي رد عليها؟ اللي عم تقول لك انه انا عم مسك خلص اذا بحب غيري الله يوفقه شو بدي اقول؟ والله سارة بليز ماشي بس بعرف ماشي. بعرف انه هو بيحبني يعني اي نو دكدو يا اروع صوت بالاكاديمي جلبيت زودها كثير بموضوع موضوع العصفور يعني انت ما عملت شيء لا يزعل منك لهي الدرجه Thank you, Nawal. You're so nice. Christian,
بتجنني يا حياتي. We love 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 you. Stay away from Sarah وميما. وشو بدك فيهم؟ Be the real Lebanese girl. لراسها دايما مرفوعة. لشو ما صار بنحبك هيك. Say hello to Nino and Kimo. ما بتذكر احكي معهم. قولوا لهم انه بعشقهم حتى بتعشقهم. I love you, mom, dad, Sean, Shar, Max, and I miss you guys so much. Oh, I love you, Lebanon, so much من كل قلبي. وأنا دائماً عم بقول لهم يعطونا أغاني بالعربي تغني لكم، بس رح يجي وقتي hopefully ورح أغني لكم شوي أو كثير. وأنا بحب كلهم هون، إذا بدهم يحكوا عني خليهم يحكوا عني، أنا بعرف who I am. وأنا وتحية للأردن، تحية لمصر، وتحية للقضية، تحية للمغرب، تحية لفلسطين، تحية للكويت، تحية لسوريا، وتحية للبنان، تحية لتونس، تحية لسوريا، تحية لسوريا، تحية للشنطة، وتحية للشنطة. فرد مرة وجهي تحية يا كريستين لجامعة الدول العربية. بريك ومنتابع اليوميات.